طيب اذا هذول هلا 40 بولز بير فيز 16 بولز بير فيز فان سينكرونس راح تكون 1500 370 75 اوكي اللي هي جاي من القانون مش هيك 120 في اف على بي 120 في اف على بي وبي اللي هي عدد البولز بير فيز 16 بول بير فيز والسعيد سليب هل السليب على اللو سبيد وايندينج نفس السليب على الهاي سبيد وايندينج لو طرحنا 375 ناقص 280 قديش بعطيني؟ بعطيني 20 95 بالله يسم 95 على 375 هذا السليب إذن هذا هاي سبيد وايندينج السليب لللو سبيد وايندينج بيساوي 95 على 375 قديش بيطلع؟ 25% إذن السليب اختلف من الهاي سبيد وايندينج لللو سبيد وايندينج وهذا المحرك طبعا بيكون بيكون الكونكشنز تبعته في له ثلاثة كونكشنز هاي سبيد وايندينج او لو سبيد وايندينج ثلاثة كونكشنز هاي سبيد هم عمليا تو ستيترز محطوطين في بعض ملفوفين مع بعض فبعطوني السرعتين العالية والواطية اذا الان راح اشيل هذه وراح اشيل هاي من هون وهاي هي الفور بولز بير فيس 16 بول بير فيس طيب نطلع كمان اشياء ثانيه هذا هون عندي سيريال نمبر هذا الستاندرد الستاندرد الالماني بي دي اي اللي بتبع على لا حاول تشبك هنا كوساين فاي ايش كوساين فاي الباور فاكتور اللي عليه بيمشي اللي بيمشي عليه بعطيني الريتد فكوساين فاي بتساوي 0.77 ايش راح يكون لاجينج ولا ليدينج لاجينج لانه هذا اندكتيف لود الفريكوانسي 50 هرتز IP rating في عنا IP rating وينها؟ هيا الـ IP rating خدوها في الـ MSD 21 يعني عمليا very very low يعني 21 يمكن تمنع أصبع بس واحد يمد أصبع وإذا مي نازلة مثلا بشكل عمودي يمكن ما تقدرش تدخل على المحرك بس مش أكثر من هيك very low عادة ستاندرز الحديثة 54 IP 54 طيب والفريكونسي هاي 50 هرتز حطيناها واصلا حسبنا منها احنا هلا نيجي بنطلع عندي الفولتج هون عندي ايش الكونكشن واي واي فالتنتين اللو سبيد وايندينج والهاي سبيد وايندينج الكونكشن تبعتهم واي واي والتنين هذا اي فولتج راح يكون لاين فولتج ها كستاندرد اذا ما حكينا شيء ب 3 فيز سيستمز راح يكون اللاين فولتج فاللاين فولتج هون 380 فولت شو بكون هذا ار ام اس ولا افريج ار ام اس ما بنحكيش بافريج هون ها في الاي سي سيستمز ان ار ام اس هي كوساين 5.77 طيب نطلع نكمل هلا هون عندي الباور ريتنج 6.8 ايش كيلو وات اي باور هاي الاوتبوت ميكانيكال باور اللي هي شو راح تكون حاصل ضرب التي ريتد مضروبه في اوميجا اي اوميجا الاسينكرونس اوميجا ذات الاسينكرونس بدي احول هاي من وحدات ريفولوشنز بير مينيت الى راديانس بير سكند عندي في شيء اسمه هون الانسوليشن كلاس الانسوليشن كلاس لها علاقه بالحراره وبتوصف لي الانسوليشن اللي موجود في داخل المحرك ايش الحراره اللي بيسمح للوايندينجز انها توصلها في داخل المحرك حتى يعيش عمره الافتراضي في عندي اف واظن في اتش وفي بي وبتكون هاي لها درجات حرارة أنا مش متذكر هاي يمكن تتناسب مع 180 درجة مئوية فالوايندينجز الداخلية بإمكانها توصل وتشتغل على 180 درجة مئوية والإنسوليشن الموجود في داخلها راح يتحمل هاي الدرجة بعرفش 180 أو 135 مئوي حسب فهاي إنسوليشن كلاس مهمة من ناحية درجة الحرارة اللي ممكن يتحملها الوايندينج الداخلية طبعا أنت لو لمست المحرك من الخارج ما بتكون هاي درجة الحرارة هاي محرك درجة حرارة الكور الداخلي أوكي إنسوليشن كلاس F عندنا كمان هون في الفريم سايز حجم الفريم 132 هذا الرقم مهم لانه هذا بيحكي لي حجم المحرك وطوله شو ما راح ادخل بتفاصيلهم كثير بس هذا الرقم اللي من هون هذا مش بس سيريال نمبر هذا بوصف لي حجم الفريم تبع المحرك الفريم تبع المحرك ممكن يكون عندي 6.8 كيلو وات موتورز اثنين يكونوا 6.8 كيلو وات واحد منهم محطوط في فريم اصغر من الثاني مين الاحسن مور كومباكت لانه اصغر بس مين بتحمل حراره اكثر وله ثيرمال كاباسيتي اكثر الأكبر بس طبعا باخذ مساحه اكثر معي كل ما زاد هذا الرقم معناها الفريم سايز الراديوس تبع الفريم اللي هو محطوط فيه بزيد هذا هون كانه بس سيريال نمبر او شيء من هون الفي دي اي هي
سيريز اوف ستاندردز الالمانيه. هلا طبعا كله توحد صار في السن ها European Community for Normalization CEN، وحتى صار في عندنا كمان العالميه ايش صارت IEC اللي هي ايش اختصار لايش International Electrotechnical Committee، بس هذا طبعا هذا هو ستاندرد. طيب نكمل هون عندي الهاي اللي هي ديوتي سايكل 40%. شو يعني 40% ديوتي سايكل؟ يعني السيستم ممكن يشتغل 40% اون ويطفي 60% اوف. هاي بتعطيني فكره عن الديوتي سايكل تبعت المحرك. 180 هي 180 ستارتس بير اور. اي بي ريتنج حكينا عنها. ايش هذول بتتوقعوا؟ هذا الام ان والام اي. هاي وحده، ايش الوحده هاي؟ وحده تورك. اي تورك هذا بيكون؟ ريتد تورك. تمام ريتد تورك. لكن اظن انه عندي واحد منهم راح يكون ستارتنج تورك وواحد راح يكون ريتد تورك. اظن في حسابات بالفيديو الثاني لما تطلعوا راح احط الفيديوز ورا بعض، احنا عاملين حسابات بنبين مين ستارتنج مين ريتد. احتمال انه هذا ستارتنج 101 وهذا ريتد 47، وبتقدر تعمل حسابات بتضرب 47 في ايش بنضربها؟ في اوميجا. شو بتعطيني؟ لازم تعطيني باور قريبه من ال 6.8، وهذا احتمال يكون لوحده من الوايندينجز للوايندينج الثاني. هاي الوايندينج اي وايندينج بي بتوقع زي هيك. هاي الكرنت كمان عندي الكرنت 17.5، بتوقع انه هذا ريتد كرنت، و66 ستارتنج كرنت بالامبير. كيلوغرام متر سكوير، ايش الكيلوغرام متر سكوير؟ انيرشيا. هاي الانيرشيا اللي ممكن التوتال اللي يتحملها المحرك، كانه عماله بقول لي اذا بدك تحط انيرشيا خارجيه بس على اي شافت. طبعا هاي بتكون محسوبه على الهاي سبيد شافت، لكن الروتر نفسه تبع المحرك قديش القيمه تبعته منخفضه جدا. هيك بنتوقع تكون قديش قيمتها هون؟ بوينت، اذا انتم مش شايفينها، 0.057 كيلوغرام متر سكوير. هاي للروتر نفسه، هاي الخارجيه اللي بقدر احطها كاني على المحرك من الخارج هون، كانه هذه وزن المحرك مش حاطينه هون. ضل عندي هون اخر شيء فورست فنتيليشن. ايش يعني فورست فنتيليشن؟ هذا المحرك فيه عليه مروحه اضافيه، مش المروحه اللي بتكون مركبه على الشافت الباسيف. هذا هون في اكتف تبريد اكتف، ففي مروحه خارجيه. نفس المروحه لها سنجل فيز اي سي موتور، الريتد فولتج تبعه 220، وفي له اظن كاباستر. كاباستر لانه سنجل فيز بيحتاج كاباستر 2 مايكرو فارد. ما اعرفش ايش هذا الرمز اللي هون جنب الفي، انا مش متاكد. اوكي ماشي، في اسئله على هاي. هلا الفيديو الثاني بشرح هذا بالتفصيل، بدخل فيه بشرح بالتفصيل وبحسب الحسابات. انا بس حبيت افرجيكم